ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عباد الله، ومن الأحكام التي ينبغي أن نتذكرها السنة العظيمة التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة، أي عدة أيام الصيام، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذا فيه إشارة إلى أن من وفقه الله تبارك وتعالى وأعانه على إدراك شهر الصيام إلى تمامه أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة، ويكبر الله جل وعلا ويعظمه. ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم. ولهذا عباد الله، فإن السنة إذا خرج الإنسان من بيته إلى مصلى العيد أن يرفع صوته بالتكبير، والسنة أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. والسنة عباد الله أن يلبي كل مسلم بمفرده، أما التكبير الجماعي فليس بسنة وليس بمشروع، لأنه مضى عمل السلف على خلاف ذلك، ولأن ذلك لم يؤثر عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ويسن لمن خرج لصلاة العيد أن يغتسل ويتطيب ويلبس أجمل ثيابه دون سرف أو مخيلة، يخرج متواضعا متمسكنا مقبلا على الله جل وعلا، مكبرا له، معظما له سبحانه، شاكرا له على نعمائه وفضله وجوده وعطائه.